بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم اخوكم مصطفى عند اوتو ولد رحيمو. مرحبا بكم، غنوريكم واحد جوج سيارات زوينين تبارك الله. الموديل الاخر في الداسيا لوغان، والموديل الاخر في التاكسون الهيونداي. مرحبا بكم. الموديل ديالهم والمعلومات ديالهم هما غنقولهم ان شاء الله ملي نكونوا تنشوفوهم. مرحبا بكم عندنا نزلو دابا نوريوكم سالة الدراري، سالينا الخدمه، فيديو خفيف بالزربه ان شاء الله. التاكسون واللوغان ها هو السويليت ديالها. مرحبا بكم، تفضل معنا ودي نشوفو ان شاء الله تحت. ياسا زوينين تبارك الله، جداد وبالكارون ان شاء الله مبارك، مقيم بزاف. غنقدم لكم هاد السيارات اللي قلت لكم دابا، هما هاد جوج ما شاء الله تبارك الله. نبداو بالهيونداي تاكسون، راها الموديل ديال 2021 شهر 12 ضربة 26000. ديزاين الاخر في الهيونداي في تاكسون ما شاء الله تبارك الرحمن. وكاين لوغان، لوغان 2018 ضربة 66000، حتى هي اخر ما كاين في العموريه. والجديد ما تسولوش عند اوتو ولد رحيمو، كاين مليح الحمد لله، ما تنجيب شي حاجه نقيه الحمد لله. يلا دخلتهم غالي يوم وفضل الله عز وجل. هذه الثمن ديالها 33، واللوغان 11800، كتبقى ب 11700 ان شاء الله. هذه 33 مليون وهذه 11 مليون و700 الف فرنك. اللوغان العموريه كامله، اجي زيد صور الديزاين من الداخل. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. الديزاين كل شيء عامر، كاين حتى الفيديو باش تطفي الكاميرا، تبرك هنا تطفى. ها هي التليفون تيتشارج هنا، البواط اوتوماتيك، كل شيء عامر. مهم لوبسيون اخر ما كاين في لوبسيون، البانوراميك، الكوير داكشي جديد، ما كاين لا جرح لا خبش لا والو. نخليكم تشوفوا بعويناتكم واللي ما شريت نزه. والحمد لله ولد رحيمو تيجيب المليح، وتنقلب على المليح الحمد لله، وتنتعب عليه باش نلقى المليح. تنوصي صحابي وحبابي والاصدقاء ديالنا يتعاونوا معنا ويقلبوا معنا على السيارات بروميير ما وحاجه نقيه، تنعطيوها للكليان تيمشي مرتاح، ما يعاودش يرجع كاع، وكل حاجه بثمنها، المليح بالثمن. مرايه تبارك الله، تحياتي انا اخوتي. مرحبا بكم، تتشجعوني تدعيو معايا وداكشي كلشي تيوصلني الحمد لله. وتنديروا هاد الفيديوهات وتنديروا هاد المجهودات باش نوضحوا للناس علاش عايجيو من بعيد، راه عايجيو على الجديد، راه كلشي ها الكاميرا. تنوضحوا للناس باش يجيو من بعيد تيعرفوا راس جاي الجديد عند مصطفى حدا جامع بدر في بير رامي في قنيطره. ما شاء الله تاكسون قلنا 2021 شهر 12 ضربة 26000 اخر ما كاين في العموريه. شي خبيشات خفاف بحال هاد الجريحه هادي، يعني هاد السيكاج تحيد ان شاء الله، مازال ما مسكيه ما والو، هي مغسوله غسله عاديه. داكشي البلار ما كاينش ما شاء الله تبارك الرحمن. هادي دابا قلنا الهيونداي 33 مليون ان شاء الله. ندوزو للداسيا المحبوبه عن جميع الناس، كاين اللي كيزيدها في الدار، هي الثالثه في السيارات ولا اربعه العامره لا كليم بربعه الجاج
ليكرا 66000، 2018 6. الكوير مع التوب صرعوه صراحه، هنا ما كاينش شي حاجه سميتها خبشه في الكوير ولا شي حاجه، الكوير ديالها صرعوه، مازال تنصورو في الليل حيت يلاه سالينا. قبل ما نمشيو ندن للدار ان شاء الله تنديروا هاد الفيديوهات بنوات جداد، حتى ديال التاكسون حتى هما جداد، كلشي داكشي. صبروا معنا لطولت عليكم الفيديو، ولكن ان شاء الله تستافدوا. صباغ الدار قنيطريه، اصلا خديتها من عند واحد الاستاذ في قنيطره، والتاكسون اسفي بنو عمرو ما نزل، السكور عمرو ما نزل، راحت كاين الظلمه. هادو الطابيات اللي كانوا فيها تصبنوا، قلت له عاديرهم في الكوفر كاع ما تحطهم، خلينا ديال هاد الدوري. العيب الحمد لله ما كاينش، ولكن المليح كاين. وبالنسبه للثمن ناقشوا فيه شويه، ولكن راه المليح، انا راه باش ما شريت باش ما تسخرت بركه ديال الاتعاب ودوز، الله يجعل البركه، نشريو حاجه اخرى. غير بصراحه كنعاني وباش كنلقى حاجه اخرى، فراه ماشي بالسهل باش تجيب هاد البياسات هادو، والله ما بالسهل اخوتي، والله ما بالسهل. راه تيتعب بنادم تيبقى يجي في الاخر يدير لك تعليق يقول لك نصاب، يقول لك التعليق ما مزيانش، ولكن بالعكس تنجاوبوه بداكشي اللي في قلبنا، وهما تيهضروا بداكشي اللي في قلبهم. المهم حنا ما تنلعبوش الحمد لله، تنبيعو ونشريو، واصلا ديجا كنا بايعين وشاريين الحمد لله قبل هاد لي فيديو، قبل هاد التوضيحات بهاد الطريقه اللي لقات استحسان كبير منكم، شجعتونا ويعني على قد المعرفه ديالي حتى انا كنشرح، والحمد لله. المهم النيه راه ما كاينش اللعب ولا الخواض ولا الكذوب، الهدف هو نقضيو الغرض للناس ونوفروا لداكشي اللي بغاو، حتى انا كنضرب الطريق وكنضرب تماره، والناس ما كيصارحونيش البعض منهم الا من رحم الله. كاين شي ناس زوينين وكاين شي ناس تكون في نيته الطوموبيل فيها العيب وما تيصارحكش، تيخليك تجي مديبلاسي من بعيد، تتقول له اخويا قول لي الا كاين شي حاجه غنجي ما غنديش الطوموبيل الا كان العيب، وملي كنمشي كيبان لي العيب كنرجع نقول له اخويا علاش قلتي لي الطوموبيل مزيانه وهي ما مزياناش، ومع من تهضر. المهم عادي، شحال مره مشينا وجينا خاويين ما شريناش، ما عندنا من ديرو، ما كنبغيوش الناس يطيحوا في هذا الموقف هذا مع طول رحيمه، حيت المبدا اللي كنبيعوا به كنبغيو نشريو به، واي حاجه كنصيدوا فيها ما كنبغيوش الكليان ديالنا يتصيد فيها. فالمهم هذه راه ايقونه تبارك الله وبالله راه، وحاجه نيت ديال الكسيبه، حاجه تبارك الله ديال الجواد، بجوج بجوج هاد جوج بياسات تبارك الله دخلوا على اليوم، هذه بالحق دخلت البارح الداسيا غتغسلوها اليوم، وهذه دخلتها اليوم الحمد لله، راه كتلوحت عليها فيديو ملي كنت جايبها من عند مولاتها. والسلام عليكم ورحمه الله، ودعيو معنا ومرحبا بكم، راه الواتساب ديالي تما، الا بغيتو تبيعوا شي حاجه نجي عندكم، بغيتو تشريو شي حاجه مرحبا بكم، بغيتو تشريو بريز مرحبا بكم، تنديروا الروبريز اي حاجه ان شاء الله مرحبا. المهم الوضوحيه والشفافيه والمعقول وداكشي يكون واضح الحمد لله. المهم راه تنحاول نوفر كاع اللي كاع البياسات اللي يكونوا مزيانين، صغير كبير مطر طوموبيلات، داكشي اللي وفقني الله تنديرو عن حب وشهوه يعني وبلية وخدمه، يعني بهادشي كلشي الحمد لله. حيت اللي كيشري السياره عن حب ماشي هو اللي كيشري السياره يمشي يلبق عند الطولي ويلبق فيها العيب ويجي يعطيها لواحد اخر يحل فيها، لا انا كنشريها لنفسي، انا فلوسي سبقت فلوسكم، يعني انت صديقي ولا حبيبي ولا كليان ديالي ولا خويا غادي تشري من عندي، رانا حطيت فلوسي وقلبت وتعبت، فما تجيش تعبني انت الله يرضى عليك. يعني المهم هاد جهه القلب مليح، يعني لا تقادينا في شي ثمن في حاجه مرحبا قدر المستطاع ومرحبا بكم، والمهم هي الفائده، المهم هي الفائده، ويدي الانسان حاجه مزيانه ويجيب الله الروبريز، من بعد كيرجع عندك تيقول لك هاد الطوموبيل ضربت عندي 4 سنين الله يعمرها دار، ها هي رجع لك وعطيني ما احسن. والحمد لله عندنا عدد من هاد الكليان اللي كنديروا معاهم هاد الخدمه هذه، فمرحبا بكم عند اطول رحيمه في قنيطره، الواتساب ديالي راه تما، ودعيو معنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.